غير الشرعية وأسباب ذلك. ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الناشط الحقوقي العراقي جمال العبيدي. أهلا بك معنا أستاذ جمال. حياكم الله أستاذ العزيز، أهلا بكم. أهلا بك سيد جمال. بالأمس كما تعلم قتل أحد العراقيين المهاجرين، واليوم تمت إصابة 5 مهاجرين بعد تعرضهم للضرب على الحدود البيلاروسية اللتوانية. بداية، إلى أي مدى تشكل الهجرة غير الشرعية خطرا حقيقيا على المهاجرين أنفسهم في ظل القوانين والاتفاقيات الدولية الهادفة للحد منها؟ أستاذ العزيز، في البداية طبعا خطر جسيم في ظل هذا الحدود المغلقة وانعدام الحياة في الداخل، أكيد خطر جسيم بكل الأشكال، لا سيما وانتم ترون ليتوانيا وهاي الدول تغلق حدودها بشكل تام ويخضعون لابتزاز المهربين بشكل يعني لا يوصف مع عوائلهم. فخطر يعني اكبر من المتوقع يواجه العراقيين هنالك. الا يفترض ان يعني يكون هناك قوانين تحمي هؤلاء المهاجرين، ربما اتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات التي تمنع دول مثل ليتوانيا من يعني التعرض لهؤلاء الهاربين أو اللاجئين بهذه القسوة في التعامل؟ قانونا كل المواد القانونية تحمي هؤلاء المهاجرين المساكين، لم تبقى فقرة قانونية إلا وشرعت بأدق تفاصيلها، لكن الموجود الآن العالم يغض النظر، إذا حكومة البلد لا تهتم برعاياها مواطنيها، العالم يقول لك نحن امتلأت بلداننا بالمهاجرين، مجتمع دولي منافق، لا يقدر الظروف، لا ينظر إلى داخل العراق ماذا يوجد من انعدام الحياة والموت وعسكرة المجتمع وانعدام فرص الحياة، كلها لا ينظر إليها. نعم، يعني في هذا السياق بالذات لم نشهد رد فعل حقيقي من الحكومة لحماية هؤلاء المهاجرين، ولم يصدر منها سوى تحذيرات بعدم الهجرة. كيف ترى موقف الحكومة من هذه الحوادث والكوارث فعلا التي باتت مكررة خلال الفترة الأخيرة؟ هذه العزيز، الحكومة ميتة سريريا، الأولى بها حماية من في الداخل يموتون بشتى أنواع الموت. أغلب من يهاجر هؤلاء الناس المدنيين المساكين الذين يريدون حياة بسيطة، عيش كريم، أولئك رأيناهم ماذا فعلوا بهم في ساحات التظاهر والتصفيات والتي لا زالت مستمرة، فلم يتركوا لهم أي فرصة. حكومة ميتة سريريا، حكومة فقط صوريا لا تفعل أي شيء أستاذ العزيز. أيضا بالمقابل، يعني سيد جمال، هل ترى أن الظروف التي يعيشها العراقيون في الداخل العراقي تستحق رحلة يسميها الخبراء برحلة الموت؟ يعني هل هناك عناء يكابده العراقيون يدفعهم إلى الخضوع لمثل هذه الرحلة؟ بالتأكيد أستاذ العزيز، أنتم وكل إنسان مبصر يرى ماذا يحدث في الداخل. في الداخل لا يوجد فرصة للعيش سوى عسكرة المجتمع مطروح أمامه، التطوع في الحشد الشعبي، العسكر، الغيرها، الميليشيات، القتل، الدمار، لا توجد آلاف الخريجين يا إما يشتغلون في الأعمال اليومية الشاقة وكل الأعمال التي لا يطيقها الإنسان العادي، فلا توجد فرصة أخرى للحياة يرأوها الشباب غير هذه الهجرة المميتة. يعني الموت في الخارج عندهم أفضل أمام الموت في هذا الحر وانعدام الكهرباء وانعدام الحياة وكل هذه المعوقات. ربما هذا يدفعنا إلى السؤال، من هو المسؤول الحقيقي عن هؤلاء أو عن هجرة هؤلاء؟ هل هي الدول التي تطردهم وتعاملهم بقسوة، أم هي دولهم وحكوماتهم؟ الدرجة الأولى طبعا دولهم وحكوماتهم، المفروض والأولى أن توفر لهم سبل العيش الكريم، ولا سيما في ظل بلد نفطي غني جدا تنتهب هذه الميليشيات وهذه الزمر الحاكمة. والدرجة الثانية طبعا على الحكومات التي تطرد وتقتل هؤلاء الناس المساكين، لا سيما هنالك قوانين دولية وقانون للاجئين واتفاقية جنيف واتفاقيات اللاجئين كلها.
نعم. إذن الناشط الحقوقي العراقي جمال العبيدي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من أنقرة، شكرا جزيلا لك.